بالنسبه لموضوع انت اسال عن الجوده، اول الجوده بالنسبه لنا احنا جودتنا اعلى بكثير من جوده البضاعه اللي بتيجي من تركيا. تمام، يعني البضاعه اللي بتيجي من تركيا جودتها رديئه وبالتالي سعرها رديء، فهمت علي كيف؟ لكن بالنسبه لنا احنا كمنتجين محليين متخصصين في انتاج بنطلون الجينز، احنا بنعطي خامه محترمه وبنعطي صناعه محترمه وبنعطي سعر بيقبله المستهلك، لانه احنا كنا ماشيين قبل ما تيجي البضاعه وقبل ما يبلشوا يضخوا كميات ضخمه من تركيا، كنا احنا لنا حصه تسويقيه محترمه جدا في السوق، وكان الزبون ياخذ البنطلون بالسعر اللي احنا كنا نوزعه بدون ادنى مشاكل.